طبعا هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة غالية على أهلنا وناسنا، والحمد لله اليوم أمس كان في احتفال كبير جدا في وسط مدينة مصراتة، واليوم أصبح الاحتفالات الحمد لله احتفالات شعبية بدون أي تحريض أو بدون أي قصدي أوامر من السلطات. الناس كلها تقوم بالاحتفالية بالحضور الاحتفالية في سبيل اظهار البهجه واظهار الفرحه، والان اصبحت الحمد لله يعني البهجه واضحه على اطفالنا وعلى نسائنا وعلى شيابنا وشبابنا، وهذا في سبيل ان ليبيا اصبحت امنه ومستقره، ونحافظوا على استقرار ليبيا من خلال الخطوات التي اتخذتها حكومه الوحده الوطنيه، وباذن الله بلدنا حيكون بلد مستقر وبلد امن. ونسعى الآن بدأنا نفكر بدل من حل الإشكاليات اليومية أصبحنا نفكر في المستقبل، في آلية توزيع الثروة، آلية إيجاد مصادر دخل بديلة للنفط، في الطاقة الشمسية، في طريق العبور إلى أفريقيا، لكل ما هو مستقبل واعد لشعبنا إن شاء الله بإذن الله. طبعا من خلال الخطه اللي وضعتها حكومه الوحده الوطنيه، خطه عوده الحياه رقم 1 وخطه الحياه رقم 2، والتي كانت انتهجت الى معالجه كل العراقيل والمشاكل التي كان يعاني منها المواطن، والمتمثله بالذات في قطاع المواصلات والنقل، والتي يتمثل في عده 3 محاور رئيسيه سواء كان في المجال البري والجوي والبحري. والحمد لله وضعت خطة في مجال الجوي لتشغيل كافة المطارات، والآن عندما باشرت الحكومة أعمالها كانت 3 مطارات اللي تعمل، الآن أصبحنا 7 مطارات، في خلال شهر إن شاء الله حيبدو 9 مطارات تعمل على الرحلات الدولية والمحلية. في مجال النقل البري الحكومة بمعنى اعتمدت خطة واضحة في سبيل تنفيذ طرق للمدن، الطرق الرابطة ما بين المدن، والآن أصبحت طرق الجنوب أصبح الآن فيها مشروعات جارية في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في المنطقة الوسطى، والآن أصبح بمعنى هذه المشروعات هي التي سوف تخلق الحياة لشعبنا وتسهل حركة المرور ما بين كافة المناطق. أما فيما يتعلق بالمواني فبدأنا في تسيير رحلات بحرية سواء كان من محطة البحرية مصراتة أو محطة الشعاب إلى تونس، وهذا إن شاء الله في سبيل خلق بمعنى قاعدة زيادة حجم التبادل ما بيننا وبين هذه الدول، وكذلك زيادة تخفيف معاناة حركة المواطن الليبي في كل ربوع ليبيا الحبيب. ختاما معالي الوزير، فبراير هي ثورة البناء، كيف توصل حكومة الوحدة الوطنية هذه الرسالة أن ثورة فبراير هي ثورة البناء، سوف تقومون بالبناء في المستقبل القريب إن شاء الله؟ طبعا من ضمن البرامج التي اعتمدتها الحكومة التركيز على خطة التنمية التي قصدي تم التركيز عليها بتركيز كبير خلال عامي 21 و22، من ضمن الخطة التي انتهتها الحكومة هي بناء التنمية والبناء، باعتبار أن التنمية هي التي تخلق الاستقرار لبلدنا، والحمد لله بدأت الملامح التنمية تظهر من خلال سواء كانت صيانة المستشفيات، صيانة المدارس، صيانة الطرق، تقديم الخدمات الضرورية للمواطن. ليش؟ لأن المواطن اللي يطلبه هو تقديم الخدمات في سبيل استقرار بلدنا، وخاصة أن من ضمن أهداف فبراير كانت اللي هي موضوع التنمية وإعادة البناء والتغيير بما يخدم مواطنينا وأهلنا وناسنا وإن شاء الله. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ربي يحفظكم إن شاء الله.